ومعنا مشاهدينا الكرام في استوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح الخطاب. مرحبا بك يا دكتور فالح. وسيكون معنا أيضا هاتفيا من مدينة مالمو السويدية الخبير العسكري والأمني دكتور فالح حسن الموسوي. نرحب بك دكتور فالح. ونبدأ منك دكتور فالح الخطاب، يعني ارتفاع وازدياد ضحايا الانفجار في مخزن العتاد تابع لميليشيات الحاشد، بلغ قتيل و36 مصابا حتى الآن. كيف تنظر دكتور فالح إلى هذا الحادث وتداعياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الحادث حادث مأساوي، حادث مؤلم، حادث مفجع. العراق قبل 2003 شهد الكثير من الهجمات الأمريكية أو غيرها، سقط ناس كثيرين، لكن كان هناك قضية وكان هناك هدف. كان العراق يتعرض كدولة وكمجتمع وككيان وطني إلى عدوان حقيقي. اليوم عندما يقع هذا ويسقط فيه ناس وضحايا والشظايا وانفلاق الصواريخ، لماذا؟ من؟ لأي قضية؟ من أجل ماذا؟ العراقيون يعني ليس لهم ناقة ولا جمل فيما يجري. هذا كل ما هنالك مخزن إيراني استهدف من قبل، هكذا تقول على الأقل إسرائيل، استهدف من قبل الكيان الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بالتأكيد. ها، والعراقيون ليس لهم ناقة ولا جمل، نحن عبارة عن ضحايا في معركة العراق فيها هو الضحية. إيران تعتقد تؤمن أن العراق ساحة خلفية وأنه مخزن للسلاح ومخزن للميليشيات، وتقاتل بآخر جندي أو إنسان عراقي من أجل قضية كما قلت للعراقيين ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى دكتور فالح الموسوي للحديث أكثر في هذه القضية. دكتور فالح أهلا بكم. هذه ليست المرة الأولى التي ينفجر فيها مخزن ذخيرة بحسب وصف الميليشيات أو الحكومة، إن كان ذلك عسكرا للمدن كما يوصف، كيف يصف القانون الدولي والإنساني هذا الفعل؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لحضرتك ولجمهورك. أهلا وسهلا. المرة السابقة أنا تحدثت عن الدوم والشريط القطب الفار، وتحدثت عن عمل خاصة بالتراب. المرة هذه لا عرف الجمهور وأمريكا كيان تستهدف عمل وديال محتوى. مشاهدينا يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الدكتور فالح الموسوي، سنعود الاتصال به مرة أخرى. نعم دكتور فالح الخطاب، إذن المدنيون كما ذكرنا هم الضحايا في الغالب من جراء تلك الانفجارات، لكن كيف ترى وقع تلك التفجيرات، وأيضا كيف ترى وجود تلك المخازن، مخازن للأسلحة تابعة للميليشيات سواء كانت أو تابعة لإيران بالنتيجة داخل هذه المدن؟ يعني هذه جريمة. نتذكر جميعنا قبل 2003 أبواق إيران وأبواق القوى المتحالفة معها من داخل العراق كانت تعيب على الدولة العراقية أنها تقيم بعض المعسكرات أو تقيم بعض القواعد أو بعض الأسلحة تضعها في داخل المدن، وتقول أنه هذه دروع بشرية. اليوم يفعلون هم شيء مقابل وشيء مشابه وجريمة. يعني حتى لو افترضنا أنه ما كان يقال سابقا، فعلى الأقل كان لدواعي وطنية. اليوم نحن نتحدث عن دواعي غير وطنية، نحن نتحدث عن سلاح أجنبي موضوع عندنا هنا. بهاء الأعرجي واضح جدا، واضح جدا في كلامه عندما يقول أنه تم تخزين أمانة هذا السلاح، أمانة لجارة، أمانة، أمانة، لأنه هذه الجارة تخشى أن يهاجم سلاحها في داخل أراضيها، وهي تلجأ إلى وضعها في داخل العراق. لكن طبعا إيران واهمة جدا جدا، إيران واهمة لأن العراق ليس بيئة نظيفة أبدا، ليس بيئة آمنة أبدا. إيران واهمة لأنه الكثير من ما يصنف أصدقائها متخلل فيها أعداء لهم، ومتخلل فيها
قوى متجسسة وقوى عندها ولاء مزدوج بل ولاء ثلاثي، يعني الحالة في العراق مزرية، وبالتالي المشكلة تقع على عاتق المدنيين العراقيين الذين هم يعني بلا حساب، إذا اعتبرناهم يأتون في آخر الحساب هم بلا حساب بالحقيقة. مشاهدينا، يبدو أن الاتصال عاد من جديد مع دكتور فالح الموسوي، أكرر لك التحية. دكتور فالح، كيف يصف القانون الدولي والإنساني فكرة عسكرة المدن عندما نرى تكرار لانفجارات لأكداس عتاد موجودة داخل الأحياء السكنية في المناطق العراقية؟ أخي يعني بالنسبة للعفو يعني نعم، القانون الدولي موضوع استخدام المدنيين الأطفال والشيوخ والنساء دروع بشرية، هذا عمل قومي تحاسب عليه المنظمات الدولية، احنا المنظمات الدولية الآن إذا أنتم حماية أجواب معكم القدرة المواقف تستخدمون شعبنا وحية. دكتور فالح الموسوي، نعتذر منك، يبدو أن هناك خلل بالاتصال مع أو التواصل مع دكتور فالح الموسوي الخبير العسكري والأمني. شكرا لك للمشاركة. ننتقل بنفس السؤال لك دكتور فالح، يعني القانون الدولي والإنساني عندما ينظر إلى العراق بهذه القضية ويرى هذا الكم من أعمال العنف التي يشهدها العراقيون يوميا، كيف يمكن أن يصنف هذه الأفعال؟ يعني للأسف القانون الدولي غائب مغيب في إجازة، أعمى العين عن ما يجري في العراق. نحن نتحدث الآن عن هذه الجريمة وكلنا يتحدث عن جريمة الجثث التي شهدناها. هذه يعني أين القانون الدولي؟ القانون الدولي في إجازة لأن الموضوع يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية واحتلال العراق. القانون الدولي غائب تماما في العراق. ما يجري في العراق جرائم وليس جريمة واحدة، جرائم يندى لها الجبين. لو كتبت هذه الجرائم، لو عرضت، لكان ستكون وصمة عار في جبين البشرية كلها، الإنسانية كلها. القانون الدولي أخي مغيب، لا يوجد قانون دولي. كل عندما تصل إلى العراق افعل ما تشاء. هكذا الآن يعني الطغمة السياسية الحاكمة ضمن العملية السياسية الموجودة تفعل ما تشاء لأن عندها أكثر من ضوء أخضر، وهي بالتالي لا تبالي، يعني لا تلقي بالا لا للقانون الدولي ولا للعرف ولا للحياء ولا للخلق. كل شيء في العراق منتهك، الانتهاكات مستمرة، وأنت لا تكاد تجد أبدا أي ردة فعل من أي دولة في العالم. حتى المنظمات الحقوقية لا تتحرك ولا تتكلم ولا أحد يلقي بالا لأن الموضوع يتعلق كما قلت بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور فالح، الآن بعد هذا الحادث حسب رأيك كيف ينظر قادة الميليشيات داخل العراق للمواطن العراقي؟ هل ينظرون له مجرد درع لحماية ميليشياتهم؟ للأسف الميليشيات وقادة الميليشيات هم يعتبرون أنفسهم غير عراقيين، هم يعتبرون نفسهم إيرانيين في المقام الأول. كل ما يطلب الولي الفقيه، كل ما تطلب إيران، عندهم مثل في ذلك حسن نصر الله الذي يعتبر نفسه جندي من جنود الولي الفقيه، هم يحاولون الاقتداء بهذا المثال السيء. هم الآن لا يهمهم المواطن العراقي، لا يهمهم. يعني نحن نرى الجثث إذا كانت هذه تصنف ضمن طائفة معينة، فما بالك بالمظالم التي تقع في جنوب العراق وهو أيضا ينظر له في ضمن طائفة. أنت لا تتحدث الآن عن أي حاسة أو شعور أو ضمير أو خلق، المهم هذه آلات مجندة. كلنا يعني يرى البرومو الذي نعرضه بين فترة وأخرى لهذا العامري، يقول الإمام يقول وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، الإمام يقول استمروا، هكذا هم آلات لا تملك لا حس ولا وعي ولا ضمير ولا خلق، مجردة من كل شيء، هي تنتظر الإشارة فقط. العراقي ليس له مكان لا في البال ولا في الخاطر. دكتور، هناك وراء بعد حادثة انفجار أكداس العتاد ثلاث روايات خرجت لتبرر أو لتصف هذا الحدث. عادل عبد المهدي
وصف الموضوع بأنه أكداس عتاد تابعة للقوات الحكومية. نفي هذا الوصف من قبل أحد قادة الميليشيات، وكذلك وصف بهاء العرجي بأنها تابعة لدولة جارة. هذا التضارب بالتصريحات والتذبذب إذا صح الوصف، هل هو مخطط له لتشويش الرؤية أم أنه ناتج عن عدم إدراك أو تسرع في التصريح؟ لا، هو ليس تسرع ولا عدم إدراك، لكن قل هو ارتباك، هو ارتباك. طبعا هم في البداية يقولون أي شيء لإبعاد، يعني هم في حرج شديد، لأنه دائما عندهم رفع العضلات والبطولات أنهم سيردون على مصادر النيران، لكن كيف يردون الآن؟ لا يستطيعون الرد. هم يقولون مرة إسرائيل، مرة أمريكا، مرة كذا، لكن في الحقيقة لا يملكون أي شيء. وحجة التماس الكهربائي، حرارة الجو الصيفي، المخازن مكدسة بالسلاح، أشياء كثيرة تقال، كلها من أجل تبرير السكوت وأنهم لا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون الرد لا على هذه النيران ولا على غيرها. شكرا لكم دكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الاستوديو. شكرا.